ونهيي ثانوية على حالنا كده نسولف بعد الإيفال على طول. ما أنا عارفة كل مرة بتتكلموا كده. لا بس من بعد الإيفال بكرة بلبس بشخصية بشكل. يلا كمل يا محمد قول. بنتكلم الموضوع إيه؟ هتتكلموا في إيه؟ يلا تكلموا الموضوع اللي أنتوا هتقولوه بكرة. يعني مثلا أنا جاي هو داخل مثلا قاعد يطلب شاي تطلب حاجة أرجل بقى وبتاع أنا أخش وتكح. لا مش الدرجة دي مش كهنة يعني هو واحد راجل كبير في السن. أنا اللي كاهن بكم بكون كهن فيني خطير لما أقدم على اللجنة. الحمد لله يا حاج إن أنا لقيتك قاعد على القهوة ده أنا كنت هضرب لك تلفون. ده أنا كنت هضرب لك تلفون بس الحمد لله إن أنا لقيتك. تقولي أنت ترد بقى هتقوله إيه؟ وانا كنت متوقع ان جاي القهوه انا كنت متوقع انا كنت متوقع ان انت جاي القهوه بابا الصوت اتكلم يا عم سولف معايا سولف صح انا كنت متوقع انك جاي القهوه والله يا حد شغلانه مقرفه ربنا يتوب علينا ليه كل يوم بتبقى حد في عيني بلاوي ليه خبرني ايه اللي حصل والله يا اخويا كل يوم بتتحدف علينا بلاوي عيال من بتوع بابي ومامي واخواتي بيفطروا مربى يوماتي بيركبوا معايا كل يوم راكب لي النهارده الصبح معايا واد من العيال اللي بتسقط البنطلونات يعني لا 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 انا كنت جاي انا كنت قاعد في القهوه زعلان تقول لي مالك يا حاج مالك يا حاج زعلان اقول لك انا اليوم صارت لي مواقف كثيرة بترفع الضغط بترفع الضغط والسكر والبرارة تقول ايش فيك هب راجل يجيني لابس لي بنطلون عاشط مطلع لي نص الاغراض وبيتمشى تقول تصدق حتى انا صار لي كذا وتفتح الموضوع انت والله يا حاج عمري اطول من عمرك انا راكب معايا تقريبا نفس الشاب اللي راكب معاك وقت كده اجيب من العيال اللي بتوقف شعرها وبتحط جل ده ولا مش عارف اسمه ايه وبيسقطوا البنطلونات وبيقول لي انا عايز اسمع حماتي حماتي يا ابني والله ماتت من 35 سنه وانا دماغ بقى راكب معايا بيقول لي عاوز تحط السكي مش عارف والله ايه السكي ده عندك سكي يا عم بيد انا عايزين نرتب ايه اول شيء انا اتكلم عن السي دي ان الشخص هو لما يقول السي دي او الاغنيه انت قول انا حصل لي كذا حاجه تانية ما الله يرحمك الواد بيقول لي شغالي المزربين الجداد اللي ايه ده لا صوت ولا شكل ولا ايه القرف ده بنحاول اوكي يلا وايه حلو والواد حاطط لي سماعات في ودنه وتقريبا في كليه الطب مش منظر دكتور خالص بس بيترقص كده مش عارف ماله مش عارف في حاجه مخلط الواد ده بصراحه مش مرتاح له بحاول اجمع سنانه مش مرتاح له ايه اللي مش مرتاح له انت اصلا شكل واد مش مظبوط بصراحه شباب اليوم فين شباب زمان فين شباب زمان ده احنا واغاني زمان. والله يا حاج مش بحب اتكلم عن شبابي عشان بفتكر ايام بصراحه بصعب على نفسي كنت الاول انت في جامعه القاهره الموسيقى والله يا حاج زمن الدنيا بتحطك في حتت غريبه انا كان نفسي اطلع فنان الله يرحمك يا ست كانت مثلا كان نفسي ابقى في نفس شهرتها تسمع امك عادتي بس لولا الحاله الاقتصاديه ابويا ما كانش قادر اسمعني دقيقه ممكن شيء دقيقه انا في مشهدي ها ابدخل على اللجنه بهيس تهييس وسخ بقول لهم ان انا كانت امتيمتي ام كلثوم وعبد الحليم كنت انا وياه دائما نلعب طاوله في القهوه بس هم انا اعطيتهم تشانس ما قدمت مع ما غنيت معاهم وزي كذا اعطيتهم تشانس وتفاجات الحين لما كبرت وتزوجت طبعا انا الحين ما تزوجت لما كبرت انا الحين كنت اتفرج على التلفزيون لقيت البرنامج قلت خلني اقدم ما تزوجتش لسه بدور على فتاه احلامي فتاه احلامي ايه واتغزل في اليسار كمين كلمه كذا حلوين اصقع يا بحاول الف حلو حلو اتغزل فيها والله عادي عادي شبك انت يا مدام اليسار والواد اللي مضروب في قرطه سنه الواد ايه شبه القلب الواد اللي كان ضربه في بطنه بيمديني شريط